دول الطلبة اللي ما نجحوش، اللي عرضتهم لحضراتكم من شوية، اللي انتحر واللي حاول ينتحر واللي جات له سكتة قلبية واللي قصت شعرها واللي مستقبلها ضاع واللي بتبكي واللي ممنوعة منعت نفسها من الأكل وبتهدد بالانتحار، ده لأن نتيجتهم ما عجبتهمش، أو ذاكروا واجتهدوا وحاولوا يحلوا لكن النتيجة اتبدلت، أو الامتحان كان صعب. بالنهاية الناس دي مستقبلها ضاع، أو الطلبة دول مستقبلهم ضاع بسبب فشل ما موجود في العملية التعليمية. على صعيد آخر أو الوجه الآخر للثانوية العامة أو ما يسمى بلجان ولاد الأكابر، اللي لا بيذاكروا ولا بيحلوا ولا بيجتهدوا ولا يستحقوا ينجحوا، وبالنهاية بيجيبوا 95-96% خشوا كليات الطب. ويبقى عندنا هذا الخبر، رسوب 61% من طلاب أولى طب سوهاج. تخيل لما يبقى طلبة طب جامعة سوهاج الفرقة الأولى عددهم 600 طالب، ينجح منهم 222 طالب فقط، ويسقط 61% من إجمالي الطلبة المقيد. واللي نجح الله أعلم نجح إزاي، واللي سقط ده كلنا عارفين جه منين أو دخل كلية الطب إزاي. سيد العميد الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب جامعة سوهاج في أول تصريح ليه قال إن نسبة رسوب غير مسبوقة. عميد طب سوهاج بيعلق على نتيجة الفرقة الأولى، قال إن النتيجة دي لم تحدث في تاريخ الكلية. لكن يا دكتور أنا آسف، النتيجة دي حصلت قبل كده، يمكن مش بنفس الفظاعة لكن حصلت السنة اللي فاتت. السنة اللي فاتت أيضا كانت نسبة الرسوب في الكلية حوالي مثلا 30 أو 35% 40% في نفس الكلية، نفس الجامعة كلية الطب جامعة سوهاج. وقتها سقط 229 طالب من الكلية من إجمالي 670 طالب. دي مش أول مرة إن إحنا تابعنا مع حضراتكم نتائج كليات القمة في جامعات الصعيد، تقريبا نفس الأزمة اللي حصل. ده كان بيان من كلية، من اتحاد كلية الطب أو اتحاد الطلبة في الكلية ده السنة اللي فاتت، بيستنكر إن الطلبة سقطوا، كمان الكلية نشرت النتيجة على مواقع التواصل الاجتماعي. بقول لكم إن نتائج الصعيد أو نتائج كليات القمة في الصعيد لا سيما كليات الطب تقريبا كلها شبه متطابقة. خبر ده 60% سقوط، ده كان في جامعة سوهاج، والموضوع وصل البرلمان. أما كلية الطب أيضا كانت نسبة السقوط 70% أيضا، ده نفس الفرقة اللي هي الفرقة الأولى. أنا معايا فيديو لعميد كلية الطب جامعة هنا اللي بيقول لنا إن الطلبة اللي سقطوا السنة دي جايين من جامعات بعينها أو من مدارس بعينها، و95% من اللي سقطوا في جامعة هنا في كلية الطب جايين من نفس المدرسة، وكلهم تقريبا جايبين نفس المجاميع، ودولت اللي هم ولاد الأكابر، ولاد السادة اللواءات والمحافظين والمسؤولين اللي بيحولوا لهم من الجيزة والقاهرة واسكندرية، يودوهم بعض المدارس المتطرفة في سوهاج ومعروفة بالاسم. هعرض لحضراتكم نموذج منها دلوقتي، ينجحوا كلهم، خشوا طب كلهم، لكن بختهم الأسود إن كلية الطب ربما السنة دي قررت الجامعات ما تغششي ما تصهينش، فنسبة السقوط في أسيوط 40%، في قنا أنا آسف في أسيوط 60%، في قنا 70%، وأيضا النهاردة في سوهاج 70%. نتابع هذا الفيديو. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان انا عملت حصيله بقى اشوف الطلاب دول ايه هم دول جايين لي منين؟ وجدت لاحظت ان الطلاب دول جايين لي من مدارس بعينها ومراكز بعينها. يعني اعداد كبيره جايه من مركز من مراكز معينه ومدارس بعينها. وكل و90 من و95 ل 95% من رسوب هؤلاء الطلاب من المدارس دي. ده الكلام اللي قاله الدكتور عميد كليه الطب في جامعه قنا، واللي بيقول بالمفتشر كده يعني بالعربي ان اللي بيجي لنا هم ولاد الاكابر او خريجي ما يسمى بلجان الاكابر. معدلات الرسوب والغش
بيشغلوا كليات القمة في البلد. مش تخيل يعني، زمان كنا نسمع اللي دخل طب ده بنستناه بعد كام سنة يبقى دكتور، لأن اللي دخل طب معناه أنه طالب متميز مجتهد فاهم دارس عارف، لكن نجح بالغش زي ما قال عميد كلية طب في أسيوط. عندنا طلبة ما بتعرفش تكتب، تعرفش تتهجى، تعرفش تكتب الأرقام بالإنجليزي، لكن كل الميزة اللي بيمتلكها أو الموهبة اللي بيمتلكها إن أبوه واصل، أو أبوه عضو مجلس شعب أو برلمان، أو أبوه غني ومعاه فلوس، فبيوديه واحدة من المدارس بتاعة الأكابر فبينجح يجيب 95 يخش طب. وولادنا بينتحروا النهاردة لأنهم ذاكروا واجتهدوا وما جابوش مجموع يحصلوا بيه كلية مناسبة. الوزير وزير التعليم رضا حجازي قال لنا إنه أشاد أو بيشيد بالانضباط في سير الامتحانات، امتحانات الثانوية العامة في سوهاج. اللي نجح اللي سقط النهاردة ال 70% اللي سقطوا أو ال 71% اللي سقطوا في سوهاج النهاردة دول نتاج لجان ولاد الأكابر في سوهاج. والسيد وزير بنفسه قال لنا إن العملية التعليمية في سوهاج 100% وما عندناش مشاكل لا السنة اللي فاتت ولا السنة دي، لكن الحقيقة إن في أجهزة سيادية. دي بقى اللي ورا قضية لجان ولاد الأكابر في سوهاج حسب ما بتقول الجريدة العقارية. أنت متخيل لما يبقى التعليم أو الامتحانات بتتدخل فيها الجهات السيادية؟ هنعرف مثلا اختيار المرشحين في مجلس الشعب في بلدنا ده سلو بلدنا يعني، تتدخل الجهات السيادية، هم طول عمرهم متعودين على كده. اللي هيشتغلوا في المناصب العليا أو اللي هيتعينوا في الوزارات أو اللي هيخشوا كلية الكلية العسكرية أو كلية الشرطة، جهات السيادية بتتدخل وإحنا عارفين الكلام ده وكلكم عارفين. لكن امتحانات الثانوية العامة، نتيجة الثانوية العامة، لجان الثانوية العامة تتدخل فيها جهات سيادية تنجح ده وتسقط ده، ترفع ده وتنزل ده، ده اللي لا يمكن يتسكت عليه. وده اللي وصلنا النهاردة ان عندنا ثلاث كليات من كليات الصعيد نسب النجاح فيهم لا تتجاوز 30% من اجمالي طلبة اولى طب، كلهم فوق 90. وده السنة دي بقى، ده الجديد بقى، سوهاج اللي سقط فيها السنة دي 70%، خد بقى دي 90% او كلهم فوق 90% حقيقة مجاميع طلاب الثانوية العامة في مدرسة اجيال المستقبل بسوهاج. هعرض لحضراتكم دلوقتي بمنتهى الهدوء كده مدرسة كاملة اسمها مدرسة أجيال المستقبل في دار السلام بمحافظة سوهاج. كل من هو مقيد في هذه المدرسة نتيجته فوق 92%، يعني كل من هو مقيد في هذه المدرسة هيتشال كده ويتحط في كلية الطب. ببشركم إن السنة اللي جاية كلية الطب هتبقى نسبة النجاح فيها لا تتجاوز 10%. شوف كده مدرسة أجيال المستقبل الثانوية، أنا آسف مركز المنشاه مش مركز دار السلام، 93% كل دول 93%. اللي بعده كل دول 92% وشوية 93%. اللي بعده 93% 92. كل ده كل اللي موجود وكلهم ما شاء الله يعني الصف الثالث الثانوي علم علوم كلهم فوق ال 93%. وبالمناسبة ده من على الصفحة الرسمية للمدرسة اللي نشرت. متخيل مدرسة كاملة تخش طب؟ ما احنا خلاص بقى نحول المدرسة دي لكلية أو لجامعة، ده في محافظة سوهاج. بين قوسين كده لجان الأكابر بتبدأ من محافظة سوهاج طول عمرها، معروف كده التعليم كشفت حقيقة حصول بعض طلاب الثانوية من عائلات معينة على نسبة مئوية، زي عيلة الضبع مثلا السنة دي ناجح منها 20 طالب داخل طب. السنة اللي فاتت عيلة الضبع في سوهاج 20 طالب أو 25 طالب دخلوا طب. السنة اللي فاتت الوزير قال لك هنحقق دخلوا طب وسقطوا. السنة دي أيضا قال لك هنحقق هيخشوا طب أيضا ويسقطوا، لأن لا الوزير ولا رئيس الوزراء ولا حد يقدر يحقق مع الناس دي، لأن الناس دي فوق الحكومة فوق البلد وفوق المواطن. ضبط هواتف مع 70% من طلاب لجنة ولاد الأكابر في سوهاج. متخيل ولادنا كانوا بيتفتشوا تفتيش ذاتي على باب اللجنة، تفتيش ذاتي، والبنات كانت بتشتكي من التحرش، بيحطوا إيديهم في أماكن حساسة يدوروا على تليفونات. ولجان ولاد الأكابر 70% يعني اللجنة اللي فيها 20 طالب
70% منهم، يعني بنتكلم عن حوالي 14 او 15 طالب منهم داخل بالموبايل بتاعه، وده اللي شافته اللجنه العامه في كاميرات المراقبه. فروع لجنه مدرسه عبد الحميد رضوان بالمحافظات لتغشيش ولاد الاكابر في الثانويه العامه. نقف هنا لحظه بقى. ايه المدرسه دي؟ دي مدرسه خاصه اسمها بالمناسبه، عايز بس اقول معلومه، ان اللي قال ان الاجهزه السياديه هي اللي ورا تغشيش ولاد الاكابر ده كان الكاتب الصحفي زكي السعداني، وقال ان عنده مستندات بتثبت هذه الواقعه. نروح بقى للمدرسه اللي انا بكلم حضراتكم عنها، اللي هي مدرسه عبد الحميد رضوان. المدرسه دي موجوده في سوهاج، او بدات في سوهاج، مدرسه خاصه، وبعد كده بدات فروعها تنتشر في بعض المحافظات، كفر الشيخ، المنصوره، اسكندريه، الشرقيه، والسنه دي فتحوا فرع جديد في الاسماعيليه بالاضافه للفرع الرئيسي فين؟ في سوهاج. المدرسه دي تقريبا 98 الى 95% من الطلبه بتوعها بيخشوا كليات الطب، هندسه وصيدله وطب. ليه؟ لان المدارس دي هي مدارس ولاد الاكابر، فروع مدرسه عبد الحميد رضوان، واللي بيقصدها بقى ولاد الاكابر وولاد لاعبي الكوره، ولاد الفنانين، اعضاء مجلس النواب، اللواءات، الضباط، كلهم بيخشوا نفس المدرسه عشان يجيبوا مجاميع عليا. هي دي لجان الاكابر اللي قالوا لنا انهم قضوا عليها، لكن يبدو ان كليات القمه او نتائج كليه الطب هتفضح الطلبه اللي نجحوا بالغش. هل نلاقي حد يحقق، حد يقول لنا يعني ايه كل اللي دخلوا طب سوهاج بيسقطوا؟ يعني ايه كل اللي موجودين في طب اسيوط مش عارفين ينجحوا؟ يعني ايه اللي دخلوا طب هنا ما بيعرفوش يقروا؟ اللي موجودين في كليه الطب اللي المفروض هأتمنوا على حياتي، حياه ولادي بعد كام سنه، ما بيعرفش يكتب الارقام او الحروف باللغه الانجليزيه؟ حد يقول لنا ده ازاي؟ حد يقول لنا ده وصل طب ازاي؟ حد يفهمنا طالب اللي ما بيعرفش يكتب انجليزي ده جاب 95 و96% ازاي؟ مع الاسف محدش هيفهمنا، وهيسيبونا كالعاده، لان احنا وهم عارفين النتيجه وعارفين السبب.